بدأت الحكاية قبيل 23 من أكتوبر في العام الماضي، حينما تنصل بعض الساسة صراحة من نتائج الانتخابات، وكفروا جهرا بشرعية الصناديق وهددوا بإسقاطها كرها. أولى المحاولات الانقلابية حدد لها يوم 6 فيفري الماضي، حينما طالت يد الغدر زعيما سياسيا ومعارضا شرسا للحكومة القائمة فتم اغتياله، وقبل جفافها وضفت دماؤه سياسيا، ورغب البعض في تحويل جنازته إلى حالة من الفوضى تؤدي إلى انقلاب ينسف العملية الديمقراطية برمتها. غير أن ما دبر بليل أفشلته يقظة الشعب. بعد 6 أشهر من اغتيال بالعيد، وفي عيد الجمهورية تتكرر المحاولة بنفس الشكل، ويغدر بمحمد الإبراهيمي أحد نواب المعارضة في المجلس التأسيسي. وقبل أن يوارى الثرى أصدر البعض شهادة وفاة المجلس، مصرين على دفنه في نفس المقبرة التي دفن فيها الإبراهيمي وبالعيد. غير أن الشعب يفرض وعيه وحسه الوطنيين من جديد، ويرفض دخول البلاد في المجهول، ويعلن دعمه لما أفرزه الصندوق، ويحث الجميع على احترام الشرعية، ويوصي بالتوافق بين الجميع. التوافق والحوار لجأ إليهما جميع في تونس، وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي خيار لا بديل عنه لدى الأغلب الأحزاب الوطنية. غير أن البعض ممن تهوى أنفسهم الفوضى وحب التملك ما زال يسعى لمعاقبة التونسيين على ثورة أبهر بها العالم. العقاب تم تحديده، وهو إفساد التجربة الانتقالية وسرقة الحلم الديمقراطي من التونسيين عبر الانقلاب على اختياراتهم، وافتكاك السلطة عبر الاغتيالات وحبك الدسائس والمكائد. بعد الفشل في استدراج المؤسسة العسكرية، يسعى الانقلابيون إلى الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية، وتوظيف دماء زملائهم الشهداء ممن طالتهم يد الغدر عمدا للوصول إلى قصر قرطاج. طبول الانقلاب قرعت منذ 23 من أكتوبر قبل الماضي، وانطلق البعض في محاولات الإرباك الأمني والسياسي عبر الاغتيالات والتخويف، إلا أن الانقلابيين فاتهم أن الشعب التونسي صرع لنفسه شفرة لفك الانقلابات، ومصر على حماية الشرعية حتى موعد الانتخابات. محمد الأطرش، قناة المتوسط.